مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني ظاهر أمامكم وأسفل الشاشة. الرائد الركن صابر لطيف بينت أمانة السر العام بإيقاف التعيينات على الملاك الدائم والتعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات. النقيب عامر خليل بينت أمانة السر العام بأنك لا تستحق رواتبك السابقة كونك بالغ السن القانوني. النقيب حيدر جليل بينت أمانة السر العام بعدم شمولك بالحقوق التقاعدية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم لتكملة بريد البرنامج. نائب ضابط الجريح ناصر إدهام بيّنت مديرية الحسابات العسكرية بأن الجريح لا يصلح للخدمة بالدرجة الثالثة ويمنح مكافأة مالية عند إحالته إلى التقاعد. المواطن عبد الستار أحمد بيّنت أمانة السر العام تم ترويج معاملة التقاعد للشهيد جندي أول عبد الرحمن أحمد إلى هيئة التقاعد الوطنية وتم استلام مبلغ الإجازات المتراكمة.